من نتائج مؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة إلى موضوع أراضي الجموع والأراضي السلالية التي أصبحت في السنوات الأخيرة تطرح إشكالية التدبير والاستغلال والاستفادة من ريعها. ولفهم الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع تم تنظيم يوم دراسي بورزازات، وتم ربط الموضوع بإشكاليات التنمية المحلية. من ورزازات روبورتاج عبد اللطيف بن طلب والمولودي زندين. الأراضي هاته هي أراضي الجماعة السلالية لتابونت بضواحي ورزازات، ما تزال تعرف مشاكل في هيكلتها من أجل الاستفادة منها من طرف ذوي الحقوق. بعض منها جعل فريدة تشارك في يوم دراسي من أجل مناقشتها. إلا كيهضروا كنهضروا على أنا عندي عدد ديال الذكور، أنا عندي هذه، خصني ناخذ الحق في هكا، كل واحد يدافع على راسه، ولكن النساء تيبقاو دائما مهمشات، وبغينا حتى حنا نشاركوا دابا في النضال ونناضلوا وناخذوا حقنا. الأراضي الجماعية هي أراضي تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب أعرافها، وجعلها ظهير سنة 19 من القرن الماضي تحت وصاية وزارة الداخلية. بعض الأماكن اللي تم إنجاز مشاريع وأوراش، ولكن باستبعاد الساكنة ديال الأراضي ديال الجموع والجيش من هاد المناطق هذه. نعتبروا حنا هاد المسألة هذه هي كتكون عندها انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ديال هذه الأهالي اللي هما كنسميوهم الأهالي ذوي الحقوق. الأراضي الجماعة السلالية خاصة اللي كتشملها لي بيريميتر اوربان، يعني المجالات الحضرية، خاصها تقتنى من طرف هذه المجالس هذه باش تسهل عليها عملية التهيئة. هذا كحل باش ما تبقاش عرضه لديك التقسيمات العشوائيه. الحل الثاني هو مراجعه هذه الترسانه القانونيه اللي هي كثيره بزاف اللي كتنظم هذا النوع ديال العقارات. يذكر ان نسبه اراضي الجموع باقليمي ورزازات وتنغير تبلغ فيهما معا 90% من مساحتيهما، فيما يفوق عدد الجماعات السلاليه بهما 400 جماعه سلاليه.